لن يحصر الوصف وصف حاله لما له من كثرة الشواهد. لما ارتقى في سيره لربه منجردا لأشرف المقاصد، أفاض مولاه العطايا كرما في صبحه وليله المكابد. قد كان قواما يصلي ليله لا يرتمي في ألين الوسائد، وبالنهار صائما محتسبا أكرم به من زاهد مجاهد. وهكذا يرقى الفتى في سيره حتى ينال العز في المعاقد. علم اليقين ينتهي بعينه وبعده حق اليقين التالد. مرتبة العرفان أعلى رتبة يبلغها الواصل في التصاعد. وشيخنا الجيلي حاز المنتهى وانكشف الغطاء للمشاهد. كرامة الله إذا ما هيئت للعبد من مولاه خير ماجد. يطوي المسافات التي ينكرها عقل الصفيق الجاهل المعاند. ألم يقل يوما بأن قدمي على رقاب زاهد وعابد. يشير في هذا لما يحمله من إرث طه في المقام الواعد، وأنها أمانة قلدها أعناق أهل الله عقد العاقد. وكل ما قد قيل عن أحواله تطوى ولا تروى بعصر فاسد، إلا لمن في قلبه محبة يدري بأن الفتح أعلى وارد. والعبد عبد ما له في نفسه إلا الذي يأتي بأمر الواحد. يا رب واجز القطب عبد القادر أفضل ما جزيت كل ذاكر. مع الصلاة والسلام أبدا على النبي وآله الأطاهر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.